إلى إذن بالنسبة لمباراة الهلال والاتحاد التعادل 2-2 وهنا الراهب يلعب جول الله جول جول نصراوي هذا أسلوبه وهذه علومه هذا النصر لوحة فن مرسومة فعلا في هذا الهدف لوحة فن مرسومة في هذا الهدف الزيلعي الزيلعي هو من يبني اللوحة الفنية النصراوية باللقطة السابقة برافو برافو يا خالد يا زيلعي الزيلعي إذن يسجل الهدف الأول في هذه المباراة الزيلعي إذن يسجل الهدف الأول في هذه الهدف الأول يأتي في لقاء هذا المساء لصالح فريق نادي النصر عن طريق خالد الزيلعي شوف برافو يا حسن راهب حسن الراهب متابعة أيضا كانت من ناصر الصيعري العرضة عادتها والهدف أيضا أتى عن طريق مشاهدينا الكرام عن طريق اللاعب الذي لديه هذه الكرة وخالد الزيلعي وكرة فيها خطر 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 جو 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 يا سلام يا سلام هذا نجران يا سادة يا كرام يأتي بهدف التعديل حمزة الدردور من كرة ولا أجمل الله على هذه الكرة برافو برافو للكرة السابقة أيضا حمزة الدردور يسجل هدف التعديل من كرة ولا أجمل من كرة ولا أروع هداف فريق نادي نجران حمزة الدردور شوف اللقطة شوف اللقطة شوف اللقطة واتلعبت على طول بالمرمى كهدف التعادل كهدف أول لنجران يا سلام يا سلام يا سلام شوف اللقطة مرة أخرى حمزة الدردور يتوغل ويضع الكرة كما يريد